جميل عويش، مرحبا بيك على فيوتشر ماك. السلامة أحمد، مرحبا بيك، مرحبا الناس اللي تابعوا فيك على فيوتشر ماك. قبل كل شيء يعطيك الصحة أحمد، تعمل في خدمة جبارة وخدمة مزيانة برشا برشا برشا. نتابع فيك على الفيسبوك، نشاطاتك من حفلات من مهرجانات و مركبات في نابل كل شيء، يعطيك الصحة، برافو. متألق برشا يا أحمد وعلى الدوام، وشكرا على هذه الاستضافة، وفريمون برافو على الميسيون اللي تقدم فيها على صفحة فيوتشر ماك. ميرسي. للناس اللي ما تعرفكش، كيفاش تقدم روحك؟ كمال، كيفاش تقدم كمال؟ كامل عويش، شاب تونسي، عمري مش نقول عمري معناتها بديت البدايات في الميدان الإعلام، بديت من عمري صغير معناتها في 2007. 2007 كانت أول خدمة تاعي، كانت على الإذاعة على الإنترنت، اللي هي اسمها راديو ياسمين، اللي هي أول هي ثاني إذاعة على الويب. قبل فما إذاعة على الويب اسمها تونس بريديو، وعما أحنا توا ثاني إذاعة. الراديو مش حكي عليه أكثر تفاصيل، هي راديو معناتها نجيبو معناتها محتواها ضيوف، نجيبو ضيوف ثقافيين رياضيين إلى غير ذلك. شفت برشا ضيوف كما ترى صاروخ، سافر عبيدين، ياسين بالكاميرا، وعديد من النجوم اللي كانوا في الأبطال، اللي كانوا قبل نجوم الليل ومكتوب وكل شيء. إلى غير ذلك. وتوهان الحمد لله رجعت الراديو، خاصة في 2011 بعد عودة رجعت الراديو. في 2008 عملت مركبة المهرجان قرطاج تولي على راديو دايانا. كانت حلم تاعينا وقتها. انا مثل في البريود نقرا في السكونتير، معناتها بين السكونتير والمرحلة يعني البكالوريا. كيفاش كانت الفاسة؟ أول حاجة بدي تعرفت معناتها عندي كونتاكت مع زميلة من زملائي في كانت تخدم في التلفزة الوطنية، اللي هي أمل شهد، مشهورة تحية أمل شهد. كانت عندها إميسيون في الصيف، برامج ثقافية وكل شيء بعد في الليل. اقترحت عليها، قلت لها نحب نعمل مواكبة في مهرجان قرطاج في على الإذاعة. قالت لي بيه أوكي. عطتني نمرو الفاكس لمهرجان قرطاج. بعد وقت مي باغون قالوا لي كمال، مهرجان قرطاج مش مفقولك، اللي قالت لي انت ما عندكش دومين صحافة، ما قريتش صحافة وكل شيء. قلت لهم نستنى الريبونس وكل شيء. بعد 3 أيام شفت لي ريبونس من مهرجان قرطاج، قالوا لي مرحبا بيك كمال، إيش بحثنا للندوة الصحفية الأولى لمهرجان قرطاج لتعريف البرمجة لمهرجان قرطاج، ونتعرفوا عليك وتاخذ البادج. فرحوا مي باغون من خديك. بدات الخطوة نمشي لمهرجان كرتاش كل عام، وساعات عم ناول كنت نحصل شوية في مهرجان حمامات باش نبدل الجو بين كرتاش والحمامات. وبعد برشا حاجات عملتها. بالأساس مكبات ثقافية، مهرجانات، معناها راديو ويب ثقافي بالأساس، هذه هي الفكرة. الراديو ويب ثقافي، خالية عن السياسة، صفر سياسة، على خاطر قبل في 2007 كان قبل العهد السابق وكل شيء، مع الفهيل قبل الثورة. بعد لسمت ما نحبش نحكي على بوليتيك، وحتى حتى راديو نتحمل مسؤولية، مش حتى ما يخليكش الفرصة انك تحب ولا ما تحبش، معناها هذاك الواقع، ما تنجمش تحكي. صحيح يا تحكي عصافير تزقزق، يا تسكت على روحك، معناها انك تخدم توري في مجهودك.
نجا سميتو ذلك ما وقفتش، معناها ما توقفش برامجك، ولا ما معناها نجم نقولوا احنا ما رقيش تعطيه ديجا حاجة باهية. الحمد لله. احنا كما قلت قبيل، كما قلت قبيل احمد، انه هي اللي كنت ملول بعد تخصص تعيينه في ميدان الصحافه، هي تخصص الثقافه. من باخون عائلتي وقفوا معي وشجعوني، وما قالوا لي كيفاش تحل راديو سيرو بوليتيك وابقى على الثقافة وكل شيء. هذاك هو معناتها نقول كلمة ولا كلمتين على الرئيس السابق ولا حاجة كيك، نتحمل المسؤولية اللي أنا وكل شيء، على خاطر من غاديك الصحفيين يكتبوا يشجعوا فيا وكل شيء من 2008، أي أول أختيكل كان معايا في 2007، مع أول صحيفة كانت صحيفة شروق. حكينا وكل شيء، وبعد أول بزاج، وبعد البقية في المعرشة كرتاش كنت مع سنة في الأخبار الجمهورية، وبعد بشوية بشوية كل شيء. بالضبط، كان لك إطلالات إعلامية، معناها كنت ضيف في قناة 21، ظهر لي نسمة صباح في تونس، من في الوطنية تونس 7، نحكي قبل الثورة، معناها في تشجيع نوعا ما، معناها في حظ. صحيح، لقيت تشجيع في الإعلام. لا نحكي، سامحني، لأن نحكي على تجربة معناها حتى شخصية، مثال أنا ما لقيتش تشجيع بطبيعة. فما جمعيات، فما معناها نقولوا احنا هياكل دعموني، مثال أنا إذا كان فيتور ماغ ولا جات تي في قبلها، نقول لك حاجة، إذا كان نشكر حد وعليه معناها جميل، نشكر الناس اللي فتحت لي بيبان، مش خلتني اني نوري خدمتي، نوري شو نجم نعمل. اما هذا ما لقيتوش، لا هذا ما لقيتوش مع الجانب الاعلامي. عم نقول لك حاجة خطوة بخطوة، كيفاش بديت كيفاش الإعلام يعرفوني كل شيء. في 2008 وقت مشيت مهرجان كرتاج، قابلت زميلتنا عفاف الغربي، مسؤولة تحية عفاف الغربي، قديش الحب وقديش الاحترامها برشا برشا برشا. هي من 2007 وقت حليت الراديو كانت عفاف الغربي كانت في تركيا، وعفاف الغربي وقت تواصلت معها على الفيسبوك كانت تسمع فينا في راديو ياسمين، وقتها هي في تركيا، وقتها اون ميم تون تمشي بين تركيا وتونس تسجل الاميسيون تاع ليلة ليلة في حنبا. به من 2008 وقتها هبطت تونس، تعرفت عليها في المهرجان كرتاج توالي. قالت لي كمال يعطيك ساعة على الخدمة اللي تعمل فيها في الراديو ياسمين وكل شيء. قالت لي كمال انا مش عمل لك الدعم، مش نعمل لك قيمة انفيتير باش الناس يتعرفوا عليك اكثر في قناه حنبار على الراديو تاعك. كانت وقتها ياسمين كانت اول بساج لي انا في قناه حنبار، كان في 2008 مع فيف غربي في الاميسيون الخيمه في رمزه. وبعد 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 شيت قناه 21، قناه الوطنيه الثالثه. وقت الاميسيون تاع قناه 21 قناه الوطنيه الثالثه كان المعد البرنامج كان حاتم بن عمارة. قديش نطلب فيه برشا مرات حاتم بن عمارة، قلت له حاتم تحب نتعدى في القناة 21، كما تعرف قناة 21 تابعة قبل في الرئيس السابق وكل شيء. هو يخاف مني على خاطر بعد يخاف باش إذا كان نقول كلمة ولا كلمتين على الرئيس السابق ولا حاجة معناتها فما الامر بعد في تلتا وكل شيء معناتها، فهمت؟ قلت له ليه ما تخافش وتهنى. وبعد كلمني بعد شهر ولا شهرين كمان ايش معنا في قناه 21 وتكلم وتتحمل مسؤوليتك على الكلام تاعك انت، على خاطر هي الميسيون تتعدى في الليل في المباشر مع 9 تاع الليل، وقتها ميسيون
مركزة خاصة على الإنترنت، فهمني هذيك علاش عملوا معناتها تقديم للإذاعة ياسمين وكل شيء. وبعد عملت رشاد في الوطنية الأولى قناة 7، وقتها كان عندي كان عيطولي جاوني قناة 7، وقتها عملولي برنامج اسمه شباب التحدي. وقت انا عندي ليميسيون شباب تحدي، يجيو بحثين في الراديو وكل شيء، كيفاش يعمل تجربة وكل شيء، كيما شفت احمد وقتها في حنفال وكل شيء، شو بحثين كيفاش نصور خدمة ونعمل انيماسيون وكل شيء زيتيغا. بعد تعطيت في اللي معانا في حنبال في برشا برامج اخرين وكل شيء. وبعد في 2011 كان عندي تلسة على الانترنت اسمها موسيكالا تي في، هي قناة خاصة بالموسيق، دول نحكيو عليها شوي اخر. هي حبيت نعملها سبيسيال مون شين موسيق كما القنوات العربية تشوفوا فيها، حبيت نعملها 100% شين تونسية موسيقية، معنتها سميتها موسيقية. عملت تي سي سي تجارب على الساتيليت على النيسات وعلى اليهسات. كانت تجربة حلوة، حمنا نشوفهم تحية الأقمار الصناعية اللي وقفوا معانا عملوا لنا هذا من التجارب. كانت تجارب مميزة ثرية. بكيت بلول قناة موسيقية على الإنترنت، نعمل برامج اجتماعية وكل شيء على اليوتيوب. وبعد شهر من انطلاقة على اليوتيوب، قلت علاش ليه ما نعملش تجربة على الساتيليت. وقتها لانسيت في الشين، وقت نعطي كليبات منال عبارة وخير بعض الفنانين جدد وكل شيء. من خديك جيت برشا كونتاكت من الناس من تونس ومن برا، حبوا يعملوا بيبليسيتي، حبوا يعملوا بيبليسيتي وكل شيء، ويحبوا معناتها على خاطر حمدوا لله الناس وكل شيء. قلت لهم هذه سي ان تيست وكل شيء، فما برشا ناس قالوا لنا حنا قاعدين نشوفوا فيها في المغاسات العامه معناتها في لي كونت سيرفاس وكل شيء سيتيرا. الحمد لله، وانا بشوي بشوي وبعد بديت بتون سي دي في وكل شيء. معناها انت ممكن سبقتني شويه في الانمي نتاعي، استطعت نبداو واحده واحده. كيف يقول معناها اللي يقول كمال عويش واللي يعرفك بالاخص، معناها يقول الشاب هذا من الضعف نقول، هولي فهمت شنو نقص ضعف القوة تقصد؟ معناها معناها نقطة ضعفك حولتها لمصدر قوة، نقطتين ضعف. شوف نحبك تحكي على النقطة هذه باش تعطي مثال لغيرك. نقطة قوة الضعف تعيينة. انا بصراحه بكل صراحه انا ما قريتش في دومين الصحافه وعلوم الاخبار، قريت سينما، قريت عملت 3 سنين قريت سينما، تخرجت في 2013، عملت 2 افلام قصيره، فيسبوك لفيلم ان، يعني في الجزء الأول صورته في 2010، فيسبوك لفيلم 2 صورته في 2015، اللي شاركت معنا الممثلة التونسية والقديرة المشهورة تحية كوثر بالحاج. هو الموضوع الفيلم تعيينه، هو الموضوع اسمه، هو يحكي على الخيانة السوشية على الفيسبوك. الجزء الأول 2010 والجزء الثاني 2015 هو اللي اختلف. الجزء الأول عملته بين الرجل والمرأة، وبعد ما في الجزء الثاني في 2015 عملت العكس بين المرأة والرجل. كيفاش معناتها نشوفوا معناتها كيفاش راش الخون المرأة في 2010،
كيفاش بعد العكس كيفاش المرأة تخون رجلها في 2015، معناتها عملت كومباريسون معناتها في هذا. بون، فما برشا ناس قالوا لي كوثر، قلت لهم قد خمم في برشا ممثلين كيما مثلا سهام صادق ولا غير ذلك، وقت اقترحت معناتها على كوثر بالحاج كل شيء، فما برشا ناس قالوا لي كوثر بالحاج هي كوميدية، عرفها كوثر بالحاج مثلا تشوف لي حل. معناتها الناس ما شافوش كوثر بالحاج في الدومين تراجيدي، شافوها كوثر بالحاج في الدومين كوميدي، في شوف لي حل وكل شيء. قلت لهم باه نجربوا خلينا نشوفوا الفكرة وكل شيء. كلمت الكوثر قلت لها عطي الفيلم وكل شيء، فيسبوك للفيلم وكل شيء. وقتها هي في كوثر ما عندهاش فيسبوك وما كانتش اكتيف في الريسو سوسيو. قالت لي بيه اوكي، قالت لي شو يحكي الموضوع وكل شيء. قلت لها يحكي على الاخرين وتسوي شيء على الفيسبوك وكل شيء. عجبت الفكره، وقالت لي بيه ابعث لي سيناريو نشوف السيناريو وكل شيء اتسيتيرا. وريت لها السيناريو، عجبت ياسر القصه. قالت لي كمال، انا تو قعدت نصور في اولاد البوفيتا، وقت اللي كمل اولاد البوفيتا طول تحكت معهم نمتلو نتسجلو، انا نتسجلو ونصورو. صورنا اخر ماي 2015، صورنا على نهارين. معناتها برشا تعب وبرشا خدمة، واللي سكيب معايا هما كانوا معناتها سو سون تيستاشير في ليكول دو سينما، نشوفهم تحية اللي وقفوا معنا لي سيكيب، حتى اللي حتى الممثلين اللي خدموا معنا في العمل التطوعي. وفما ممثل وسام الأخضر اللي يمثل في دور راجل اللي يخون المرأة، مثل في 2010. اقترحت عليه قلت له مش تكون معنا في الدورة في الجزء الثاني، أما مش تكون أنت معناتها دور الخيانة بين معناتها هو يولي يخون كوثر بالحاج. فكرة شوية كان ممتاز والتصوير كان ممتاز، والحمد لله تو موجود على اليوتيوب، وتعدى في ال تعدى في قناة الجزائرية في قناة الجزائر، وكان صديق كبير ياسر، وبعد تعدى على التلفزيون في تونس. بتعطيش في المارشة. قريب نعم نلقاو على فيزيور ماك قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وتتعاد زادة على تلفزيون تي في، وكانت دوخم لما مش تتعاد على تيلي سينما على الوطنية الأولى. فما مشاكل كل شيء، عنده مشاكل تقنية بتعطيتش. هو برنامج بس نوقف برنامج خاص للأفلام قصيرة عن قصير. الوطن اه به روينك كنت لهنا معناها روغت بيا شوية به ترى هويسة. به ايه تنجم تقول به حبيت نوصل له وين معناها الشاب مازال يقرأ كما كنت تحكي لنا قبل مازال يقرأ مش معروف سامحني لا سامحني. اي مش معروف معناها ما عندوش تجربة في المجال الإعلامي، فجأة تلقاه عامل راديو ويب، عامل قناة فضائية، جدي بيان فضائية، فما سر الحكاية. والله فما سر، ما فما معصر، اي لازم تحكي ليش نقول معصر؟ انا بصراحة احمد حب نفتق المواهب بتاعي هنا، كل شيء في الاعلام، في الغديو، في فترة كل حاجة معناها كل الفكرة شيء. تجيك في راسك تعملها خطفت خطفت ما خطفتش تشوف جديد معناها
effectivement, يا احمد. شوف انا كما قلت لك خرجت عام 2013، بعد عندي الكاميرا وكل شيء، بديت بشوي بشوي على الانترنت نعمل برامج وكل شيء على الانترنت، على ميوزيك كان تي في على اليوتيوب. وبعد بعد شيء كل شيء برشا حاجات اللي جيت. اما قبل كل شيء، قبل ما ندخل في الدومين غاديوس على الانترنت، حبيت اقول حاجه اللي انا اشتركت في البرامج المواهب، اشتركت ميكس فاكتور، سوبر ستار وخريطة مالتا. ما انا وقت شاركت البرامج المواهب هذاكم من اجل باش نمشي الزياره الى لبنان، مش من اجل باش نمشي نغني وكها معناتها، فهمتي؟ انا مانيش توميني تاع الفنان ولا حاجه كيك معناتها. أنا شاركت في كمغني كفنان اي كفنان وأنا اي كفنان عادي معناتها، مش ومن اما 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 كان الهدف تاعينا وقتها كان الهدف تاعينا نحب نمشي لبنان. وقت عيلتي وقت ما عندهمش امكانيات وماديه وكل شيء، شفت البرامج مواهب هذوك، كنت عليش لي نجرب الوقت روحي نجرب روحي. كان حلم الشباب العربي معناها الجينيراسيون هذيك بالحق برشا برشا معناها ناس مشيت على أساس أنها تلقى غايتها وتلقى النجاح وال نقول لك حاجة سكوب، نقول لك حاجة سكوب. أنا وقت كان عندي ميوزيك أنا على اليوتيوب، شيتي أول واحد عملت تغطية في ستار أكاديمي، كاستينغ ستار أكاديمي اللي في تونس، وشيبنا 77 ألف متابع على اليوتيوب، شافوا الكواليس. وكواليس هذا اون اكسكلوسيفيتي، معناتها احنا عملنا ديس انترفيو مع لي كانديدا وكل شيء سيتيرا. تواجد على 77 الف متفرج يتبع على الحكايه الكاستين تاع ستار اكاديمي وكل شيء، والحمد لله معناتها. بعد مشيت لبنان في 2009 2010، من غديك كان عندي في المارسيل كرتاس وقت عملوا تحفلات رولدانا وكل شيء صديقة. من غديك كان عندي كونتاكت مع المخرج باسم كريستو، الكيب تاع رولدانا كانوا معايا كونتاكت وكل شيء. قال لي باسم، قال لي كمال وقت تجي لبنان مرحبا بيك على عيني وراسي ونحن تحت امرك. قلت له بيه اوكي. بعد 2009، اخر 2009 معناتها مشيت في الريفيون تاع 2009 2010، وقت في الفوياج شوف كنيسي. بعد كلمت باسم قبل ما نروح من تونس، شي قال لي بيه كمان لحظة تنجيك، جي شوفير تاع باسم كريستو، قال لي كمان طلبات كوامر اطلب اللي تحب عليه وان شاء الله بعد نتقابله ونمشي. ومشيت استديوهات الام تي في اللبنانيه، قناه الام تي في اللبنانيه، ومشيت جرس، قناه جرس اللي كانت تاع نضال الاحمديه. بعد مشيت عملت كيما تقول تستاج، بعد مشيت للاستوديو وكل شيء. وقت تاع الام تي في اللبنانيه كانت اكبر استوديو اللي يعطيو فيها يتعرف في لبنان. وقتها فما سيدة يكريو هذيك الاستوديو تاع من سيربح المليون تاع جورج كرداحي، وبرشا برشا برشا حاجات اللي شفتهم لأول مرة معناتها، فهمتني؟ معناتها قالوا ليش تكري من تونس وكل شيء. معناتها الاستوديو هذاك وقتها اسمه استوديو فيزيون، ما هي مش لصالح الام تي في بركه، لصالح القنوات اخرين بركه، قنوات اخرين اخرى اللي ياخذوا لوكاسيون تاع استوديو موجودين. على خاطر شفت هذيك كاميون تاع ام بي سي وبرشا برشا حاجات، حتى الاستوديو، حتى ليميسيون تاع ذا مانجر ولا اكس فاكتور ولا برشا حاجات تعطيهم هذيك استوديو فيزيون. وبعد مشيت المغرب فما راديو عواب في المغرب،
مشيت برشا بقايا، حتى زاد مشيت الصين، مشيت الهند، مشيت برشا بقايا معناتها، مشيت لقطر، مشيت برشا فرنسا، برشا بقايا معناتها مشيت لهم، مشيت ايطاليا. معناها تفتحت لك الآفاق، لقيت روحك نقول واحد. لقيت روحي الحمد لله، عطي افاق، عطي كونتاكت مع الفنانين من تونس من برا. والله لي كونتاكت دوما واحد واحد نتكلم فيهم. نعمل خشيخ على الانترنت، على الفيسبوك، كلامهم واحد واحد. اول بداية تاع راديو ياسمين وقتها كنت قابلت برشا نجوم وقتها في الايام القناة السينمائية، وأخذت من خديك تي كونتاكت ونمر التليفون ونشوف بحثينا وكل شيء. كان معنا أحسن إميسيون في الراديو. الحمد لله اللي خسيت عملت معاه انترفيو قبل ما يموت، اللي هو سفيان الشهري الله يرحمه. الله يرحمه. كانت الإميسيون كانت في فيفري 2011، سنة فيفري 2011، اي فيفري 2011 كان في بحثينا. تعرف كل شيء، حتى حبيت على اليوتيوب، قلت له شو الحلم تاع كنت وكل شيء، فما برش حشي عطاهم من الحلم وكل شيء. وبعد في اول 2011 فارقنا سفيان الشهري، وقتها الحمد لله كان عندي لونجيسترومون وكل شيء. الله يرحمه. الله يرحمه. خلال الحجر الصحي الرياضي اللي مرينا بيها، كانت عندك معناها عملت فكرة جديدة في تونس على الأقل، باش ما نقولوش في أنا ممكن في دول عربية أخرى صار، أما في تونس كأول مرة، وخذوا عليك برشا معناها اللي هي ضيفك في داره. باي كانت تحكي لنا عليها شوي، باي كيفاش انا جيتك، اي كيفاش تنفذ؟ باي سيفك بدارو برنامج، برنامجي على ديغنيغ مينوت. قلت رمضان جي ومازال الحج الصحي الكورونا، على خاطر انا كل عام في رمضان نعمل مندوش جديد، برنامج جديد. عملت قبل ما نحكي لك فيسا فيسا طيفك في الدارو، نحكي لك على شو اللي عملتهم. عملت برنامج اسمه أولاد تلفزة، اللي تجيب لي سانيماتور تاع تلفزة التونسية. شبت فادي التعريت، شبت عفيفة بوكيل، شبت الكابتن حسن زغدوني، وغير من اللي كانوا، حتى سالم المخلصين شهاب الغربي، عبد القادر الجلبي وغير ذلك. الهدف البرنامج تاع اولاد التلمسه هو نحكي على الجينيراسيون تاع التلمسه التونسيه الاجتماع. شو الناس اللي يعرفوش، شو من يعرفوش، خلينا نتعرف على البدايات الانيماتور، كيفاش دخل تمام التلفزة التونسية اللي كانت في شارع الحرية. من خديك بديت الفكرة. بعد وقت شبت فاتت التعريض، كانت أول بساس لي أنا مع فاتت التعريض وقت هيك، كانت تقدم في التذكرة الأخيرة في الوطنية الأولى، وكانت رائعة. وأول انترفيو كنت معايا أنا مع فاتن، وعملت بساج يسح له، قلت لك كيفاش جاتك الفكرة على التذكرة الأخيرة وكل شيء. من بعد أولاد الدلتا جات الفكرة اسمها افطار مع فنان. نمشي ثيف، نمشي أي فنان من تونس، حتى مشيت سوسة، مشيت فنان نقول له به نمشي الفنان نشوفه كيفاش قضي وقته في رمضان، من يمشي الخضرة ولا يمشي العدار ولا حاجة، كيفاش يعاون عائلته. بعد وقت المغرب أصلا ينصوروا يشق فترة مع عائلته وكل شيء. نهار كامل مع نهار كامل تقديم الصباح للشقان فاطر للسهرية،
ما فهمت. احنا صورنا قبل بالمغرب شوي، مش من الصبيح، اي احنا صورنا قبل بالمغرب، قبل من كله المغرب شقة حتى حد السهرين. خلاص، شقة به. وبعد شئت الفكر تثيفك في داره، ثيفك في داره، قلت به بما ان انا عندي دواء بالمامون، عندي 3 شهور انا في حجر الساحل ما خلصتش وكل شيء، معناتها يعني من ويش بكل شيء، قلت صعب عشان المردوش اللي في رمضان مش تعمل سنين وسنين وكل شيء. شيتي يلي خممت، قلت هاي ما هو الحجر الصحي والكورونا كل شيء، خلينا نجيبوا ال 90 في دي. اما ال 90 في دي يكونوا على ديستانس، بعد يكونوا بالسكايب ولا بالفيسبوك ولا حاجة كيكة. شدي الفكرة، بعد كلمت مثال في أسبوع كامل قبل ما نشير رمضان، كلمت لسافيتي قالوا لي بيه وشيت وعجبتهم الفكرة، كيفاش بديت وكل شيء، وبعد كيفاش يعطيو الحجر الصحي في عندهم هما وكل شيء، وبعد الكورونا كيفاش جاي أول حاجة باش نعملها وكل شيء. مثيوف كانوا من لبنان، المخرج هادي زكاك، من بعد من مخرج سوري يعيش في فرنسا أورون الأحمد، الإعلامية ميسة بيديس، بعد بليل عبيتي، برشا برشا ضيوف كانوا. الحمد لله عملنا 8 حلقات، بس هي الحلقة ما ست ما بتدش تاع بليل عبيد باش نعبدوها. كل في رمضان انا عندي بلول 3 ابيزود، كانت اثنين والاربعة والجمعة، وبعد بشوي بشوي نقصت وليت حلقتين باش نوصل الكل في كل 8 حلقات. معناتها الحمد لله خذيت فكرة حلوة، خذيت سكسي. نحب نعمل ابيتيت زي كاس لخويا وصاحبي وعشيري من دبي، أمين صحراوي، اللي هو عمل تشالنج مصيفين ومصيفات على تيك توك، بعد تونتراش فيزا وقت كلمته قال لي على عيني وراسي، وقت هو من دبي عمل سبوت بي على تونتراش، وبعد عمل انترفيو كانت حلوة وكل شيء. انا تعرف احمد، انا طموحي حب نظهر في تلسة، ما نقدم برامج في تلسة، تحب نقدم برنامج كما قدمته عفيف غربي في حنا بعض، حب نعمل كما الانستيميسيون تاع نجيب خطاب الله يرحمه، على خاطر هو نجيب خطاب كان مثلي أعلى، وأنا كنت نتبع فيه ونشوفه وقت كنت صغير وكل شيء. حمل عمل برامج منوعات كل شيء، فهذيك علاش على راديو ياسمين شب فنانين من تونس ومن برا، من آخر فنانين كان معنا فنان لبناني شو أشقر. نحب من هذه الجهة المناسبة نحب نشكر لاجونس كلير أشانسي اللي عاونتني اتحدنا فرصة باش نعملوا اللقاء مع جو أشقر، وإن شاء الله بروشيمون في راديو ياسمين مع برشا ضيوف، مش في لبنان، بوكوا با في مصر، بوكوا با في الإمارات، ولا خير ذلك. سيدي عملت انترفيو من كندا وكل شيء. تحكي بحب كبير، بطموح أكبر. حبل الفرد قلبي. من لازم أقول لك كان بالتوفيق بما هو أحسن وخير. رايت. إن شاء الله بالحق نشوفك في تلفزة وفي برنامج كبير يشفي طموحك ويترجم رغبتك هذه. العيش. خليك يعطيك الصحة أحمد على الاستضافة. الحمد لله فرح قلبي، إن شاء الله استمتعوا جمهورك وجمهوري اللي فان تعيينا هذا اللقاء. حبيت أقول سيدة لينا عملت سلام
عملت سوس حش... سوس سلام 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 الأول عملته على الدخان، اسمه نسيت لسه، ما عملت حاجة على الدخان، أي عملت حاجة على الهجرة، عملت حاجة على الهجرة، كانت الهجرة غير الشرعية، عملت السلام على الهجرة غير الشرعية، كانت الهجرة يعني سلام الهجرة غير الشرعية، كانت من اقتراح من توتشي فيلا، يحبوني نعمل سلام على الهجرة غير الشرعية، وكان عندهم اميسيون في تونس يسولوها في تونس، وقتها يحبوا يعملوا نحب نحكي هنا بسلام بالهجرة غير الشرعية، لكن للأسف ما تعطيتش في توتشي فيلا، لكن هبت على شين يوتيوب. ونسيت ما قلتلكش أحمد، في صفيت مش قلهالك لينا من 2016 حتى 2020 وحتى توا، مدير أيام مدير مهرجان بانوراما 2000 بالقصير، هو مهرجان أول مهرجان تونسي خاص للأفلام القصيرة، بدأ من 2016 حتى 2020. هو الهدف كان من أصل باش نعملوه معناتها في الجهاد، معناتها مثلا عملوا له عمل في تونس، عمل ثاني عملته في المشيس الباب، بعدها يتنقل معناتها بكل شيء. آخر في 2020 عملتها في مدينة الثقافة، الحمد لله التحية كامل عاملين في مدينة الثقافة على رأسهم سي هشام بن عمار، السينماتيك التونسية. حب سيدي نحب فيسع فيسع نحب نتوجه بالشكر للجمعية الأولية والأصدقاء المقيمين من تونس اللي عملوا شراكة بين الجمعية الأولية والأصدقاء المعوقين والسينماتيك المكتبة السينماتيك التونسية، اللي يدحون الفرصة باش نعمل المهرجان في مدينة الثقافة. فقط سامحني تعود تسمي الجمعية خاطر فما الاسم معناها الاسم مش واضح، تعود البودكاست تعوده الجمعية الأصدقاء جمعية أو جمعية أولي هو أصدقاء الموقعين، كانت هي دخلت معكم في لا إذا فوالا هذيك بارك الله فيك، شكرا لتلبية الدعوة ومرحبا بك على نعم جاوبتك على كل شيء، سي بون. كل شيء مازال مازال ما تنجمش نجاوبني على كل شيء خاطر بارك الله كي مش ناخذوها نقطة نقطة صعيبة برشا الحكاية لا مرة جايين نكملوها. إن شاء الله، خاطر مربوطين بالوقت احنا تو قلتنا تقريبا ان شاء الله في فرص اخرى نكون مع بعض. شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة، وتحية ليك وتحية كامل الفريق الفيديو معك، وباي باي. شكرا.